يعني شخص مثلكم الذي درس سنوات عديدة, وهو درس تقريبا 10 سنوات في مدينة ثم 8 سنوات في ييل في عين المستشرقين تقريبا, يعني شخص درس هذه سنوات العديدة ولكن مع ذلك ليس له أجوبة عن الشبهات, فماذا نفعل؟ يعني نحن العوام الناس يحتاجون الأجوبة عن الشبهات المعاصرة. فكان هذا جوابه. الجواب عن هذه الأسئلة ليست عقلية بالضرورة. هنا مشكلة كبيرة في زماننا. نحن نظن أن لابد لكل سؤال من جواب عقلي. في النهاية هناك أجوبة فطرية والعلوم المعاصرة لا تعترف بها ولا تعترف بوجود الفطرة أصلا. مثال بسيط, وجود الله. هذا رأيي وأنا عارف من يخالف هذا. في رأيي وجوده تعالى في أصل فطري وليس عقليا. سأحاول أن يعني أكون موضوعيا في الجواب, والموضوعية بالمناسبة لأنه عندكم وهم أنتم في الغرب أن الموضوعية يعني أن تكون محايدا, والحياد صفصطة ليست موضوعية. الموضوعية هي أن يكون عندك تفسير لأمر وهذا التفسير متسق من أوله إلى آخره. هذه هي الموضوعية في الطرح. ثم الموضوعية في النقد أن أحاول أن أفكك هذا الطرح بأن أجد جهات تناقض فيه. هذه تكون الموضوعية في الرد. فليست الموضوعية أن تكون يعني تقبل الجميع وأن تكون محايدا, هذه اسمها صفصطة يعني. فسنحاول بقدر الإمكان أن نكون موضوعيين الآن في الرد. يعني أولا بصرف النظر عن التفاصيل الأخرى, لكن أنا أول ما فعلا يعني أتوقف عنده كثيرا في مثل هذه الأمثلة, أن يكون إنسان درس 20 سنة أو 18 سنة وما زال عنده شبهات, هذا يدل على ماذا؟ طيب, أليس أحد الاحتمالات وهو الاحتمال الأرجح والأقوى أن منهجك في 20 سنة كان فاسدا, وبالتالي ما زالت عندك شبهات كثيرة. أنت لماذا لا تفكر بهذا الأمر؟ هذا الأمر هو المتبادر إلى الذهن أصلا, لكن الذي يحصل هو ليس هكذا. 20 سنة أدرس ولم أجد جوابا على الشبهات, إذن ماذا؟ لا يوجد جواب على هذه الشبهات. وهذا قمة الغرور حقيقة, قمة الكبر, أن تجعل نفسك أنت معيار الحق والباطل, أنت معيار نفس الأمر, فما وجدته أنت فهو موجود وما لم تجده فليس له وجود. وهذا يعني كما قلنا لا أريد أن أقول الآن الباحث عن الحقيقة, بل حتى الباحث الذي يعني يتصف بأدنى درجات العلمية يجب أن يلاحظ أن كون منهج معين لا يعطيني جواب على أسئلة ويبقى هذا الأمر معي كل هذه السنوات, إذن يعني الأمر لماذا لا تفكر على الأقل؟ أنا لا أريد أن أقول إذن بالضرورة منهجك فاسد, ليس بالضرورة, قد يكون فعلا هو ليس لها جواب, لكن لماذا لا تفكر أن المنهج فيه مشكلة فأحاول أن أبحث بمنهج آخر علني أجد جوابا. أما رسوخك في منهج 20 سنة أو 18 سنة كما قلت وما زالت عندك هذه الشبهات ليس لها حل, وأنت لم تحاول أن تجد, يعني طبعا سيقول أنا بحثت والله مثلا على طريقة المتكلمين وطريقة الفلاسفة, أنت لم تبحث يعني بمنهج المتكلم, لم تبحث بمنهج الفلاسفة, أنت قرأت كلام المتكلمين فلم يقنعك, قرأت كلام الفلاسفة فلم يقنعك. نحن نتكلم في المنهج الذي بناء عليه ستصل إلى الحل للشبهات. فإذا هذا هو الأمر الأول, عدم وصولك إلى حل ليس معناه أن هذه المسألة ليس لها حل, وهذه يعني كما قلنا هي ألف باء طلب العلم. هذا الأمر الأول. الآن الأمر الثاني, هذا الإنسان بحث فما وصل إلى جواب. طيب ما الحل عنده؟ قال إذن الحل أنه ليس جميع المسائل لها دليل عقلي, أو ليس جميع المسائل يتوصل إلى حلها بالعقل. طيب هل نازع أحد من المسلمين ومن الملحدين ومن اليهود ومن النصارى في هذه المسألة؟
أنا لا أظن أن هناك عاقل ينازع في هذه المسألة، أنه ليس كل أمر ستجد له جوابا بالنظر العقلي قطعا، لم يقل أحد هذا. ليس هذا هو محل النزاع، محل النزاع هو الذي أنت جعلته ليس عقليا، هذا هو محل النزاع. الآن الله سبحانه وتعالى هل هو معقول أم لا؟ العقل قادر أن يدرك بعض الأمور، والعقل عاجز عن إدراك بعض الأمور. العقل قادر على إدراك أحكام متعلقة بالألوهية، ولكنه عاجز عن إدراك حقيقة الله سبحانه وتعالى. وحتى عندما نقول الله واجب الوجود، نعم هذا تعريف اصطلاحي، هذا تعريف اصطلاحي، لكن حقيقة الله سبحانه وتعالى هذا لا يقول أحد أنه يمكن للعقل أن يدركها. فتفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. عندما تتفكر في ذات الله أنت لا تتفكر في الذات من حيث هي ذات، فأنت تريد أن تتفكر فيها من حيث تثبت لها أحكاما، وجود، قيام معاني، انتفاء سلوب، هذا الذي أنت تبحث فيه. الآن محل نزاع هنا هذه القضايا، هل هي معقولة أم ليست معقولة؟ لو ضربت لك مثالا، هل يمكن وجود أكثر من خالق للكون أم لا؟ هذه المسألة، هل فعلا يمكن أن تبحث عقلا؟ طيب نحن ندعي هذا، وعلماؤنا أقاموا الدليل على ذلك، وأظن حتى هو نفسه يعني سيقول لك الله واحد ليس بالفطرة. نعم قد يقول وجوده بالفطرة، لكن هو سيسلم لك بأنه واحد. فهذه المسألة الآن بصرف النظر هل أنت تقبل الاستدلال العقلي عليها أم لا، ليس هذا محلنا، لكن هل يمكن إقامة دليل عقلي أم لا؟ قطعا نعم، قطعا نعم، إما أن يكون بملاحظة العالم أو بملاحظة مفهوم وجوب الوجود، وكل منهما له طريقة في الاستدلال. لو قلت لك الآن مثلا الله سبحانه وتعالى جسم حاشا، أو الله ليس جسما، الآن هذه المسألة المترددة بين جوابين لا ثالث لهما، هل العقل يقول يمكن أن يجتمعا معا؟ لا، لا يمكن أن يكون جسما ولا جسما في نفس الوقت. طيب هل يمكن أن يخلو عنهما؟ قطعا لا، لأن هذا يعني رفع للنقيضين. إذن هنا جهة بحثناها عقلا في هذه المسألة. طيب بعد ذلك هل يمكن أن يكون جسما أم لا؟ هل هذه المسألة العقل قادر أن يحكم فيها؟ سيقول لك العقل لو كان جسما لكان مركبا، لو كان مركبا لكان محتاجا، لو كان محتاجا لكان حادثا، لو كان حادثا لما كان إلها، لأنه سيكون مخلوقا وليس خالقا. لاحظ أنا يعني أتكلم معك في بديهيات وأبسط ما نتكلم به في العقائد، في الاستدلال العقلي في العقائد. أنا ما أتكلمك عن الأحوال ولا عن علاقة الذات والصفات، أنا أتكلم عن أوضح المسائل. سنرى أن عليها استدلالات عقلية، والاستدلالات العقلية واضحة حتى ليست أنها غامضة جدا في هذه المسائل. طيب الأمر الثالث، هذا يعني الاستدلال، الأمر ليس عقليا، الدليل ماذا؟ وجود أن العقلاء المشاهير في هذا الزمان هم ملحدون كما ذكرت قبل قليل في استدلاله. ما الدليل أن هذه المسألة ليست عقلانية وهي فقط فطرة؟ يقول لو كانت العقل، يعني هو حاصل الكلام كالتالي، ما هو الأمر الموجود عند المتكلم وعند الملحد؟ المتكلم يعني الثيولوجي، ثيولوجيست، والملحد، ما هو المشترك بينهما؟ هذا يفكر بعقله وهذا يفكر بعقله. طيب إذا كان كل منهما يفكر بعقله، هذا أصبح مسلما أو مؤمنا بدين بإله يعني، وهذا منكر لوجود إله أو أغنوستيك. طيب إذن بعد إذن هذه ما هو الجواب، ما هي النتيجة التي وضعها؟ هناك شيء آخر أوصل المتكلم؟ لا، إذن العقل
لا يوصل إلى الإيمان بدليل أن العقلاء المشاهير لم يوصلهم إلى الإيمان. طيب ألخص هذا الأمر، العقلاء مختلفون في وجود الإله، إذن العقل لا يوصل إلى وجود الإله. تمام، هذا هو خلاصة استدلاله بهذه الطريقة. لو سألتك الآن، طيب ألا ينطبق هذا على الفطرة التي أنت تريدها أيضا؟ يعني هل مثلا لأنك أمريكي فليس عندك فطرة، والإنسان الأردني عنده فطرة، فالفطرة ستكون متعلقة للإنسان مطلقا. طيب لماذا الفطرة الموجودة لجميع البشر البعض أصبح مسلما بالفطرة والبعض لم يصبح مسلما ومع أن عنده هذه الفطرة؟ ما الجواب على هذه الإشكالية؟ طبعا الجواب مشهور، ما هو؟ أبواه يمجسانه أو يمهد، يعني ما الذي يعني يحصل للفطرة؟ تغيرت. نعم. طمست. لماذا تتغير؟ ذنوب، يعني بذنوب، بكثرة ذنوب وهكذا، يعني حصل خلل، وهذا الخلل جعل الفطرة على زعمهم لم يعني لم يصل، لم يعني أصبح بين الإنسان وبين فطرته الأصلية أصبح حجاب، وبسبب هذا الحجاب ما وصل إلى بالفطرة يعني إلى النتيجة النهائية. طيب هذا الذي أنت قلته لماذا لا تقوله عن الاستدلال العقلي؟ بل هو أظهر أصلا، لأن الاستدلال العقلي هو أمر نحن ندركه بخلاف الفطرة، صحيح؟ لماذا لا تقول لماذا هذا الملحد العاقل الذكي لم يصل إلى وجود الإله؟ لماذا لا تقول إن منهج الاستدلال العقلي كان خطأ؟ لأننا محل كلامنا هنا في وجود العقل أم في كيفية استدلال العقل على الميتافيزيقيا أو على مسألة وجود الإله سبحانه وتعالى؟ هذا هو محل البحث. فهذا الإنسان له، ولذلك يعني هو قال الفيزيائيين يستدل بهم مثلا، فيزيائيين وغيرهم، هذا واضح. إذن أنت أعطيتنا الجواب أصلا بهذا المثال. الفيزيائي له منهج عقلاني في العلم الذي يتخصص به، هذا المنهج لا يصح أن يتعدى إلى البحث في الإلهيات، لكنه يعديه إلى البحث في الإلهيات، ولذلك يصل إلى نتيجة لا تكون صحيحة. ويعني الذي يرى أن الإلهيات لها منهج مستقل، وهذا المنهج المستقل منضبط محدد، فينظر بناء على منهج محدد فيصل إلى نتيجة. بعد ذلك بصرف النظر هذه النتيجة الآن أنت تقبلها أم لا تقبلها، لكن أنت تقول أن هذا يتفكر بمنهج عقلاني في الإلهيات، أما الآخر فيتفكر بمنهج حسي في الإلهيات، وهذا لا يصح. تذكرون وضعناها قبل أظن شهرين على المقال الذي كتب في CNN، مسألة الإله والفيزياء، الإله والكوانتم فيزيكس. يعني كيف يعني يقولون أنه، والكاتب المقال يقول أنه مسلم، فيقول أن الإله يعني إذا قلنا بالكوانتم فيزيكس عندنا مشكلة عويصة، أن كيف سندخل الإله المادي في عالم الكوانتم، ويسترسل بعد ذلك في المقال الطويل إلى آخره. سبحان الله، وهو الأصل يقول يعني في بين قوسين أنا مؤمن، ثم بعد ذلك يسألوا كيف يعني ندخل الإله المادي هذا في عالم الكوانتم. طيب نحن نقول لا ندخل الإله في عالم الكوانتم لأن الإله ليس مادي، والإله ليس من العالم حتى يدخل في الكوانتم أصلا. الإله ليس مادي، العالم مادي، إذن أحكام الكوانتم هذه صادقة على العالم لا تصدق على الإله. إذن هل هذا الإنسان وإن كان متخصص في الفيزياء ووصل إلى نتيجة طويلة جدا، هل أنا يصعب علي أنا غير متخصص في الفيزياء أنا أقول له أنت مخطئ؟ قطعا لا. لماذا؟ يعني أنا منضبط بمنهج في النظر في الإلهيات، هذا المنهج أنا أزعم زعما أن هذا المنهج لا يصح في الإلهيات إلا هو. أما من يستخدم المناهج الطبيعية في الإلهيات أكيد سيخطئ. هل خطأه بعد ذلك
سأصل إلى نتيجة من خطأ هذا الإنسان الذي قال أن الإله المادي كيف سيدخل في عالم الكوانتم، سيؤدي إلى تناقضات فيزيائية وذكرها في المقال. هل أقول بعد ذلك إذن لا يصح أن أستدل بالعقل، بل أقول نعم فعلا المسألة فيها تناقض، فإذن ماذا أفعل؟ يا رب أنا يعني فطرتي تؤمن بك ولكن لا أستطيع أن أتفكر فيك. فيعني حقيقة لو نظرت القرآن من أوله لآخره فهو مكذب لهذا، فاعتبروا يا أولي الأبصار. طيب الاعتبار هو ماذا؟ أليس الاعتبار هو فكر ونظر؟ طيب فانظروا في ملكوت السماوات والأرض، انظر إلى السماء والأرض وتغيرها وحدوثها. طيب هل هذا فطرة؟ هل النظر هذا فطرة؟ قل سيروا في الأرض. طيب السير للنظر، فهل هذه فطرة؟ كما بدأنا أول خلق نعيده، النشأة الأولى كيف كانت بتخصيص مخصص فكذلك ستكون الإعادة. هذه كلها يعني القرآن نفسه يقول لك بأن الإيمان عقلاني، الإيمان عقلاني. يعني خلاصة حقيقة وجود من يعني يلحد وهو عاقل ليس مساويا، لأن العقل لا يصل إلى الإيمان، بل على مذهبك كما قلت يجب أن تبطل الفطرة، لأنه ما ستعلل به أنت فساد فطرتهم سأعلل به أنا فساد نظرهم العقلي تماما. لكن الفرق أن فساد نظرهم العقلي عندي محدد وواضح وله شواهد، شواهده ماذا؟ فلسفة علم محددة وواضحة. أما أنت فكل ما ستأتي به سيكون كلاما مصادر على المطلوب، كلام ميتافيزيقي ستفسر به فساد فطرتهم التي هي غير محسوسة غير معلومة. ثم أنا هذا دائما ما أسأله للإخوة هؤلاء، يعني لماذا أنت جازم أن إيمانك أنت هو الفطرة؟ لماذا لا يكون إيمان غيرك هو الفطرة؟ سيقول لك النص وارد في هذا. طيب أنت تعلم أن النص هذا ليس قطعي، أن تعلم أن هناك رواية وأبواه أو أباه مسلمان فمسلم. طيب إذن ثم هذه الرواية حتى لو لم تكن موجودة، هذه الرواية كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه بدون الزيادة هذه، فقط إلى هنا. طيب هل هذه دلالتها قطعية على أن الإسلام فطري؟ هذا الحديث دلالته قطعية على أن الإسلام فطري، أم محتمل أن يكون معنى الآية معنى الحديث أن دين الطفل دين والديه؟ طبعا محتمل جدا جدا جدا، دينك في أول نشأتك هو دين مجتمعك، الدين الاجتماعي، هكذا اسمه الدين الاجتماعي. أنت تنشأ نشأة الأديان المذاهب الفرق، هذه يعني ليست مجرد أفكار يعني مذهبية، بل هذه يعني فيها بعد اجتماعي. أظن هذا تكلم عنه في درس أصول الفقه، المذاهب حتى الفقهية منها فيها بعد اجتماعي، فيها بعد نفسي. فالآن هذه كلها مؤثرة في تدين الفرد بدين معين. فالشاهد هنا أن بصرف النظر الآن لا يهمني أن يعني أبين أن الاستدلال بالفطرة صحيح أم غير صحيح، يعني أنا في كتاب فلسفة الدين ناقشت هذه المسألة طويلة، لكن الشاهد أن هل فعلا استدلالك بالفطرة هل هو استدلال قطعي أم ظني؟ قطعا لا يمكن أن يكون قطعيا، قطعا، لأن النص ليس محكم، بل يحتمل أنه إشارة إلى أن التنشئة هي المؤثرة في دينك. طيب إذن الإيمان الفطري هذا إيمان ظني، لو سلمنا به فهو ظني. طيب كيف تقيم عقائد وما به جنة ونار على أمر ظني ثم تكتفي به، ولا تكتفي فقط به بل تعيب ما سواه من الطرق التي تدعي أنها تصل إلى قطع؟ والله أعلم. فالكلام هنا حقيقة طويل جدا، ولكن يعني أنا أريد أن أركز على المسألة الأولى التي أنا ذكرتها، عدم معرفتك بحل الشبهة معناه ابتداء أن منهجك لا يوصل إلى حلول، هذا أولا.
ثانيا يعني البحث يحتاج إلى تواضع، البحث العلمي عموما ثم البحث في العلوم الشرعية يحتاج إلى أقصى درجات التواضع، فلا تجعل نفسك أنت المعيار. فهذا حقيقة يعني أهم من كل ما سبق الذي تكلمنا فيه. لماذا؟ لأن عندما تتكلم في المسائل العلمية أنت لا تعطي مسألة، بل أنت تعطي هذه المسألة مصحوبة ببعد اجتماعي وببعد نفسي وببعد ديني. فعلى الإنسان أن يتقي الله عندما يتكلم في هذه الأمور، خصوصا في الغرب، لأن مثلا هنا أنت عندك يعني ما أعجبك هذا الأستاذ عشرات غيره تسمع منهم، تسألهم مباشرة، تتكلم معهم. في الغرب قد تكون يعني أنت باب الإسلام لهؤلاء الذين يسألونك. قد يكون إنسان ليس مسلما يريد أن يدخل في الإسلام فينتظر جوابك. اتق الله، لأن جوابك كما قلنا فيه بعدك الاجتماعي، تنشئتك الاجتماعية ستظهر في جوابك، حالتك النفسية ستظهر في جوابك. ولذلك يعني يجب على الإنسان أن يكون فعلا صادقا مع نفسه. في بعض الأحيان ترى مثلا أنه يعني هناك كيف نفساني، الآن كنا نتكلم في مقولة الكيف، كيف نفساني تشعر معه ببعض الضيق مثلا. فإن سئلت الآن سؤالا وتعلم هذا السؤال محتاج إلى استطراد، فعليك أن تتقي الله وتدرك أنك أنت الآن لست مؤهلا أن تجيب على ذلك وإن كنت تعلم الجواب. وهذا الذي نفسر به مثلا ما فعل الإمام مالك عندما سئل في أغرب المسائل، قال لا أدري. هل هو لا يعرف؟ الآن قد يكون راعى حال السائل لن يفهم جوابي، قد يكون راعى حال المجلس لا يصح أن نتكلم في هذه المسألة في هذا المجلس، قد يكون راعى حال نفسه. أنا الآن مثلا هذا الجواب يحتاج إلى استطراد وبسط في الجواب وأنا الآن منقبض مثلا. يعني عندما أنت تجعل تجربتك في طلب العلم التي هي بالمناسبة يعني أنت قلت هي تجربة أكاديمية صحيح فقط، يعني سلفي وأكاديمي يعني كيف هذا؟ هذا جمع النقيضين يا شيخ. درس في مدينة ثم في الجيل يعني هذا يعني تمام. إذا في هذا ليس جمع النقيضين لأن يل يعني هي تقبل هذه يعني أصلا بالعكس. أنا كثير ما أقول لكم يعني أن السلفية هي أحد تجليات ما بعد الحداثة أصلا في دعوة الانقطاع عن التراث، هي تماما يعني أحد تجليات ما بعد الحداثة. فلا نستغرب يعني أن يكون هناك مثلا سلفي في أكسفورد، سلفي في كامبريدج، لا إشكال في ذلك، بل العكس يعني هم متسيقون تماما يعني. الذي ستستعجب منه جدا أن يكون إنسان تراثي موجود في تلك الجامعات، هذا نعم سيكون غريبا جدا. فالشاهد يعني أنت الآن جعلت تجربتك الخاصة في طلب العلم هي التي يعني تجيب بناء عليها. أنت لا تحيل إلى مراجع، لا تحيل إلى أئمة، وإن أردت أن تحيل فأنت لا تحيل إلا إلى شخص واحد فقط هو الشيخ ابن تيمية رحمه الله. هذه مشكلة كبيرة. فخلاصة ما أطلنا في هذا، العلم فيه بعد اجتماعي وفيه بعد نفسي وفيه بعد علمي محض. يجب على الإنسان أن في الأمور المصيرية أن ينحي الجانب الاجتماعي والنفسي تماما في إجاباته. فهنا مثلا جعل الجانب النفسي مؤثرا تجربته الشخصية، جعل الجانب الاجتماعي هو في مجتمع العلماء فيه ملحدون، فجعل الجانب الاجتماعي أيضا مؤثرا في جوابه. هذا ليس علما، هذا تضييع للعلم. العلم أن تبحث المسألة فقط من حيث هي، هنا تكون موضوعية، هذه هي الموضوعية، نحي الجوانب النفسية والجوانب بعد ذلك الاجتماعية، فابحث بحثا علميا. هذا البحث يعني ليس المطلوب أن كما قلنا أن تكون محايدا، لا عليك أن تتوصل إلى نتيجة طبعا يعني، ولكن هذه النتيجة وصولك لها لم يكن ذا بعد اجتماعي ولا ذا بعد نفسي. والله أعلم.